من له أذن للسامع المركز القبطي لوسائل الإيضاح بالمقال البابوي يقدم لكم سلسلة محاضرات ألقاها قداسة البابا شنودة الثالث في تاريخ الكنيسة، العظة 21 عن القديس ماري أفرام السوياني. ما يقوله الروح للكنائس. باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أكلمكم اليوم عن شخصية أخرى من شخصيات الكنسية، هي القديس مار إفرام السورياني. هو ليس من أصحاب الرتب الكبيرة، يعني ليس من البابوات كالقديس أثناسيوس الرسولي، ولا من البطاركة كالقديس يوحنا ذهبي الفم، ولا من أباء الرهبنة الكبار كالقديس أنطونيوس مثلا. كل ما ناله من الرتب الكهنوتية نتيجة لتمنعه، آخر ما وصل إليه أنه بقى شماس، ما يزيدش عن كده يعني. عرض عليه الكهنوت لكن هو اعتذر وما خدش غير رتبة شماس. يسمونه الملفان، ملفان بالسريان يعني المعلم، ويسمونه نبي السريان، ويسمونه قيثارة الروح. كان إنسانا ناسكا، وكان لاهوتيا، وكان راهبا، وكان خادما. إنه يمثل الرهبنة العاملة التي تنزل من المغارة لكي تخدم الكنيسة، ثم ترجع للمغارة مرة أخرى، ثم تنزل. هو كان من النوع ده يعني. وهو أيضا من مفسري الكتاب المقدس، بل ربما يكون من أعظم مفسري السريان للكتاب المقدس. عكف على دراسة الكتاب المقدس وتفسيره، فسر سفر التكوين وسفر الخروج وبعض من العهد القديم والجديد، لكن لم تصل إلينا كل تفاسيره. في تفسيره اعتمد على الترجمة السريانية المشهورة، الترجمة البسيطة التي يسمونها الترجمة البشيطو، يعني البسيطة. هو أيضا مشهور بالأناشيد الشعرية والأبيات الشعرية، له آلاف من أبيات الشعر وأناشيد كثيرة، واستخدم هذه الأشعار في الدفاع عن الإيمان وأيضا في نشر الفضيلة. وبعضه لحن ودخل في طقس الكنيسة السريانية حتى في حياته، ليه كثير من الميامر والأشعار إلى آخره. هذا القديس أحب أن أقول أنه كان جميل الصورة. في قديسين قال عنهم الكتاب أن كانوا يتميزون بالجمال. قيل عن موسى النبي أن كان حتى من طفولته كان الطفل جميلا جدا، وقيل عن داود أنه كان جميلا وأشقر مع حلاوة في العينين. ده كان جميل، وللأسف الشديد جماله جاب له معاكسات من بعض النساء. يعني ايه؟ نساء ما بيكسوش، اقول لكم ازاي. وصمد امام امرأتين، مرة نزل لكي يكرس في المدينة واستأجر أوضة كان ليها طاقة، وبيفتح الطاقة لقى قصاده امرأة أخرى بتطل على دي، فقالت له مش عايز أي حاجة، أنا تحت أمرك، اللي أنت تعوزه أنا، بطريقة يعني يفهم منها يعوز إيه يعني.
فقال لها اللي انت عايزه انا يعني تحت امرك. قال لها انا عايز ثلاث طوبات وشويه مونه عشان اسد الطاقه اللي بيني وبينك. العجيب ان هذه المراه قيل انها هددته انه لو ما اخطاش معاها هتدعي عليه وتقول وتقول وتقول. فقال لها طيب ما فيش مانع بس يكون في سوق المدينه قصاد الناس كله. قالت له انا اتكسف. قال لها تتكسفي لما يشوفك الناس وما تتكسفيش لما يشوفك ربنا. دي ناحية من نواحي. امرأة تاني وهو ماشي لقاها قاعدة تبص له كده في عمق. فقال لها أما تستحين أنك أنت تنظر إلي بهذا الشكل؟ قالت له أنا امرأة. المرأة أخذت من الرجل فطبيعي تبص للرجل اللي أخذت منه. لكن الراجل خلق من تراب فطبيعي يبص للتراب اللي أخذ منه. فقال في نفسه لو كان نساء هذه المدينة حكيمات بهذا الشكل فكان بالأولى يكون الرجال بتوعها وبص للتراب ونفذ النصيحة بتاعت القديسة دي اللي بتبص له. ياما ناس من رجال الله يعني جات لهم مشاكل دي. على ان اخطر ما حدث ان امرأة مش امرأة يعني عذراء حملت سفاحا من قندلفة الكنيسة كان اسمه افرام برضو. القندلفت يعني اللي بياخد باله من الاناديل عشان كلمة كنديل كاندل قندلفت اللي يهتم بالسرج بالاناديل بالانوار. حملت من وخلفت عيل. قالوا لها جبتيه منين؟ قالت لهم من افرام على ماري افرام. لو سمع كلمه وسكت الشعب اعثر لانه كان وعظ. فاستسمح الاسقف بانه ياخذ الطفل ويقف على الانبل بتاع الكنيسه ومسك الطفل قصاد ربنا وقال له قول انت ابوك مين؟ فنطق هذا الطفل الرضيع وقال ابويا افرام القندلفت. ثم مات الطفل وبكى الشعب تأثرا. المهم ان ماري افرام السورياني هذا ولد في مدينة نصيبين. نصيبين دي ما بين النهرين يعني في بلاد العراق حاليا. ولد في مدينة نصيبين في أوائل القرن الرابع ما بين 303-306 إلى آخر. من أبوين مسيحيين ربياه تربية مسيحية عالية وتتلمذ على أسقف المدينة القديس يعقوب أسقف نصيبين. وأخذه القديس يعقوب معه إلى مجمع نيقيا سنة 325. يعني هو كان عمره في يعني ما يقرب من 20 يعني 20 أو 21 زي ما يطلع يعني. أخذه معه إلى مجمع نيقيا مثلما القديس ألكسندروس بابا الإسكندرية أخذ معه الشماس أثناسيوس في مجمع نيقيا. فحضر المجمع. إفرام السورياني جعله أسقفه معلما في الكنيسة. مش معلم يعني بتاع ألحان يعني يدرس لاهوتيات يعني في مدرسة أنشئت في النصيبين يعني. فكان راجل بتاع كتاب مقدس و وبتاع تعليم. عاش ماري إفرام في عصر متعب فيه مجاعات وحروب وبخاصة حروب بين الروم والفرس. انتهت أخيرا بأن الفرس انتصروا على هذه المنطقة ما بين النهرين وحكموها ودخلوا نصيبين وخرج الناس اللي فيها لأن الفرس اضطهدوا المسيحيين
على اعتبار انهم تابعين لنفس الديانه بتاعه اباطره الروم. فهو خرج برضه من نصيبين راح الروح، واصبحت حياته ما بين نصيبين والروح، ما بين نصيبين والروح. ايضا عاش في عصر فيه هرطقات وبدع، معروف القرن الرابع فيه الهرطقات والبدع اللي من اجلها عقد مجمع نيقيا المسكون المقدس، واللي من اجلها عقد مجمع القسطنطينية المقدس، بس هو ما لحقوش. لكن كان في بدع، البدع كانت موجودة. بل اكثر من هذا، هذا العصر تميز بامبراطور اسمه يوليانوس الجاحد، لانه جحد الايمان بالمسيحية وارتد وثنيا واضطهد برضو المسيحيين. وعاش برضو في القرن الرابع اللي فيه الرهبنة ومدارس اللاهوت، وتأثر بكل هذا. في حياته أيضا رؤى ملائكة. يقال في تاريخه أن ملاكا ظهر لأحد المتوحدين وكان في إيده درج، يعني بتاع كتابة على وجهه كتابة، وبيقول لمن أعطي هذا الدرج. وبعدين قيل للإفرام المتوحد في جبل الروح، هو يعني راح توحد في جبل الروح بعد ما ساب نصيبين. فالرجل المتوحد ده لما شاف ان الملاك بيقول عليه كده، فراح هناك يشوف إفرام ده في المغارة بتاعته، فوجده بيكتب في تفسير سفر التكوين، فأعجبه جدا كتابته، قال له ورهاني أشوفها. وخدها وعرضها على علماء المدينة فأعجبوا جدا بيها، وأرادوا أن يأخذوا ماري إفرام عشان يدرس هناك، فهرب منهم ومشي. رؤية تاني ظهر له ملاك وقال له تنزل للخدمة، فنزل. فالناس استهزأوا بيه، قالوا بقى ده اللي رحنا له فهرب مننا، جاي دلوقتي ينزل برجليه. فلم يهتم بكلامهم، وكان يعظ في الأسواق ويعلم ويألف الأناشيد ويحفظها للناس، وأعجب به أهل عصره كمعلم. فحياته كانت ما بين متوحد في المغارة وما بين النزول للخدمة، ينزل مرة بدعوة من ملاك، ينزل مرة لكي يرد على البدع والهرطقات، ويرجع تاني. ينزل مرة إن حدثت مجاعة في المدينة فيدعو الناس ويحثهم على العناية بالفقراء، وكان له قلب حنون جدا على الفقراء وعلى العناية. بل إنه أثناء المجاعة أسس مستشفى كان فيها حوالي 300 سرير، وجمع تبرعات علشان الناس المرضى اللي في المجاعة وفي الحاجات دي. فيبقى راجل بيفسر الكتاب المقدس، بيكتب أناشيد، بيعلم لاهوت، بيخدم خدمة اجتماعية، وفي نفس الوقت يروح للمغارة بتاعته. فلما يروح للمغارة يجري وراه تلاميذ، فتتحول مغارته إلى مدرسة للتعليم. يعني رهبنته غير الرهبنة القبطية وقادها القديس أنطونيوس الكبير والقديس ماكاريوس الكبير وآباء الرهبنة الأول يعني. لكن دي رهبنتهم كان كده، فيها العمل الاجتماعي وفيها العمل التعليمي وفيها النزول إلى المدن. في حياته توجد رحلتان هامتان. رحلة منهم أنه أعجب بالقديس باسيليوس الكبير وأراد أن يراه. قديس باسيليوس الكبير رئيس أسقفة قيصرية كابادوكيا، كان من كبار اللاهوتيين والمعلمين في أجياله. فذهب إلى قيصرية لكي يرى القديس باسيليوس الكبير، فرأى كان قداس
بيصلي فيه باسيليوس الكبير ولابس ملابس بقى فخمة، كان في عيد الظهور الإلهي يعني عيد الغطاس، فهو اتشكك ازاي القديس باسيليوس الكبير يكون لابس ملابس فخمة زي دي. ولكن مع ذلك بص لقى انه يعني وهو بيوعظ كأن ألسنة من النار خارجة من فمه، وكأن حمامة بيضاء بتنطق من فمه، فاتعجب من الحكاية دي. في نفس الوقت القديس باسيليوس الكبير وهو في القداس بص لقى ماري إفرام مع أنه في ملابسه المهلهلة لكن حوالي ملاكين حواليه، فبعد القداس تقابلوا وهو سأل القديس باسيليوس عن ملابسه، قال له ما تعصرش أنا ملابس لابس خيش من تحت، والملابس دي من أجل كرامة الخدمة مش من أجل كرامة الشخصية. ويعني عزم عليه أنه يبقى قسيس، فاعتذر عن الكهنوت وألح عليه، فأخيرا قبل أن يرسمه القديس باسيليوس شماسة. الرحلة الثانية أنه ذهب إلى الإسقيط، كان الإسقيط مشهور برهبانه القديسين، فذهب إلى الإسقيط إلى برية شهيد، وكان قد كبر في السن فكان يتوكأ على عصا، فبعض الرهبان افتكروه نوع من الكبر يعني أنه يتوكأ على عصا، فغرس العصا فأثمرت وصارت شجرة لغاية دلوقتي في دير السريان يقولوا دي شجرة ماري إفرام السريان. يعني رجل قديس وبتاع معجزات، وشهرته في التاريخ شهرة في الأناشيد في الأشعار، أسلوبه رقيق جدا وموسيقي الألفاظ وموسيقي الألفاظ. عاش تقريبا 70 سنة واتنيح سنة 373 ميلادية، لذلك لم يحضر المجمع المسكوني الثاني الذي عقد في القسطنطينية سنة 381. صحته ضعفت ومرض مرضه الأخير وشعر بقرب موته، فأوصى تلاميذه بأنهم لا يدفنوه تحت الهيكل أو المذبح، قال لهم ما استحقش الحاجات اللي زي دي، ولا يطيبون جسده بالأطياب ولا يلبسونه ملابس تكفين تكون يعني تكون من الملابس الفخمة يعني، ولا يدفنونه في مقابر الشهداء، وإنما قال لهم ادفنوني في مقابر الغرباء، لأن كل طير يحن إلى جنسه، وأنا عشت غريبا على الأرض أحب أدفن في مدافن الغرباء. وكان له ما شاء نفذه الوصية بتاعته، والكنيسة بتحتفل بذكراه في يوم 15 أبيب. بركة صلواته تكون مع جميعنا، تفضلوا نصلي.